الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم. أحبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الأحبة الكرام مع حلقة جديدة من برنامج طب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. وعنوان هذه الحلقة أيها الأحبة الكرام هو علاج وجع العين بحسب روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. ضيفي الكريم سماحة الشيخ أحمد دريس الإحسائي، حياكم الله شيخنا العزيز. حياكم وبياكم، الله يبارك بكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أيها المشاهد الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله شيخنا الكريم، حياكم الله، الله يبارك بكم. خدمتكم حبيبي. سماحة الشيخ، ما هي الأمور التي تمنع الإنسان بالابتلاء بهذا المرض بحسب روايات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام؟ نعم، من جملة أمراض العين هو وجع العين، وهذا الوجع معدود من أشد الأوجاع. نعم، لهذا عندما تأتي إلى الروايات، حتى الروايات تشير إلى أن الإنسان شقد يتأذى من قضية وجع العين. روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: فإذا لا وجع إلا وجع العين، ولا هم إلا هم الدين. نعم، يعني جاب قضية وجع العين في مصف هم الدين. روي أن في رواية أخرى، روي أن أمير المؤمنين سلام الله عليه، هاي الرواية موجودة في الكافي عن أبي عبد الله سلام الله عليه، نعم، اشتكى عينه فعاده النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا هو يصيح، يعني متأذي من عين الأمير، نعم، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أجزعا أم وجعا؟ يعني أنت شنو جزع هذا؟ لو واقعا عندك وجع. فقال: يا رسول الله، ما وجعت وجعا قط أشد منه. يعني احنا نريد نقول ان مسألة وجع العين جدا جدا مؤلمة للإنسان. ممكن كثير من الناس قد ابتلوا بوجع العين، ولذا هناك توجد مؤمنات يعني تمنع من السقوط في قضية وجع العين. لهذا مثلا ورد عن أئمة أهل البيت تقليم الأظافر وأخذ الشارب يوم السبت والخميس. هذا يأمن الإنسان أن تألمه أو توجع عينه. لذا روى الشيخ الصدوق في الخصال صلى الله في الخصال عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قلم أظفاره يوم السبت ويوم الخميس وأخذ من شاربه عوفي من وجع الضرس ووجع العين. ما شاء الله. يعني هذا بالنسبة إلى قضية تقليم الأظافر يوم السبت ويوم الخميس. بارك الله بكم. شيء بالشيء يذكر سماحة الشيخ. نعم. تقليم الأظافر. نعم. هل هناك طريقة خاصة، قد يتساءل المشاهد، هل هناك طريقة خاصة أوصوا بها أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام لتقليم الأظافر؟ هناك ورد في الرواية أنه تبدأ بالخنصر من اليسرى. نعم. من اليسرى تبدأ، وظاهرا تنتهي بالخنصر اليمنى، يعني باليسرى تبدأ وبال يعني بالترتيب. اي بالترتيب. نعم. تجي لك هكذا تقرطف إلى أن توصل إلى اليمين. ولذا جاء في مكارم الأخلاق عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أراد أن يأمن الفقر. هنا ممكن أمن الفقر إشارة ممكن إلى أن يأمن المرض. نعم. وممكن نفس الفقر. نعم. اعتبار أن الغنى يختلف حالاته، الإنسان مرات الله يرزقه الصحة والعافية. صحيح. هذا نوع من صحيح. الغنى. نعم. نعم. وشكاية العين، من أراد أن يأمن الفقر وشكاية العين والبرص والجنون فليقلم أظافره يوم الخميس بعد العصر. أولا يوم الخميس يصير بعد العصر، وليبدأ بخنصره من اليسرى، بخنصره من اليسرى العصر. نعم. يوم الخميس. هذا يعني طريقة تقليم الأظافر. الآن من جملة الأمور التي ممكن هي شفاء ومؤمنة للإنسان أن يقع في قضية وجع العين: ماء السماء. ما شاء الله. ماء السماء، وهو من الأدوية العامة. نعم. تنفع لجميع الأمراض. كثيرا ما ذكرنا ماء السماء. كثيرا ما ذكرنا. نعم. قضية ماء السماء، وقد ذكرت الأخبار
الأمراض التي يعالج منها من جملتها وجع العين، يعني أنها نافعة. الآن انظر إلى هذه الرواية، خاصية ماء المطر، جاء في المكارم الأخلاق عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: علمني جبرائيل دواء لا أحتاج معه إلى دواء. ما شاء الله. قيل: يا رسول الله، وما ذلك الدواء؟ قال: يؤخذ ماء المطر قبل أن ينزل إلى الأرض، ثم يجعل في إناء نظيف ويقرأ عليه الحمد إلى آخرها 70 مرة، وقل هو الله أحد والمعوذتين 70 مرة، ثم يشرب منه قدحا بالغداة وقدحا بالعشي، فوالذي بعثني بالحق لينزعن الله بذلك الداء من بدنه وعظامه ومخه وعروقه. ولذا جاء لوجع العين أنه ماء المطر، وإن كان به وجع العين يقطر من ذلك الماء في عينه ويشرب منه ويغسل به عينيه يبرأ بإذن الله تعالى. 3 أعمال في الرواية، إذا تريد ترتاح من وجع العين، مبتلي بوجع عينك، مبتلي مصاب بعينك، بهذا الترتيب اعمل. لأن الرواية قالت أولا تقطير في العين، هذا الترتيب كون تراعي، تقطير في العين ثم الشرب من ذلك الماء، يعني أول تقطر، تالي تشرب الماء المطر، تالي غسل العينين، بالنهاية تغسل العينين. فإذا لابد من المداومة على هذا العمل، يعني مو مرة، ممكن مرات أنت بالشتاء ومؤلمتك قضية وجع العين، على الدوام كل ما مطرت سوي القضية. نعم. إن شاء الله شوف النتيجة. بارك الله بكم سماحة الشيخ. نقف عند هذه النقطة سماحة الشيخ. نعم. ماء السماء، ماء نعم. المطر. صحيح. توضيح السادة المشاهدين، هل هناك خواص أكثر لماء السماء سماحة الشيخ؟ نعم. بما نعم. أنه متوفر، يعني السماء تمطر وأي شخص يقدر أنه يأخذ قدح ويملأ يعني. نعم. نعم نعم نعم، هناك خواص لماء السماء، وهو يعتبر من الجملة الأمور النافعة لجميع الأمراض، يعني ليس خاصة بقضية العين أو سائر الآلام يعني خاصة. نعم. إنما هي نافعة، قضية ماء المطر نافع حتى للأمراض المستعصية، بالأخص إذا كان ماء نيسان، يعني شهر نيسان، شهر 4 ميلادي. إيه نعم. نعم. 4 ميلادي، ذاك الوقت اللي يصير مطر هذا أفضل، الماء أهل البيت أكثر يأكدون مطر صيف هذا. أي نعم. نعم. الآن شوية التفت لي، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي بعثني بالحق نبيا. إن جبرائيل قال: إن الله يرفع عن الذي يشرب من هذا الماء كل داء في جسده ويعافيه ويخرج من عروقه وجسده وعظمه وجميع أعضائه، ويمحو ذلك من اللوح المحفوظ. والذي بعثني بالحق نبيا، إن لم يكن له ولد وأحب أن يكون له ولد بعد ذلك فشرب من ذلك الماء كان له ولد. ما شاء الله. وبعد: وإن كانت المرأة عقيمة وشربت من ذلك الماء أطلق الله عنه ذلك وذهب ما عنده، ويقدر له على المجامعة، الله يقدر إليه على المجامعة. وإن أحبت أن تحمل بابن حملت، وإن أحبت أن تحمل بذكر أو أنثى حملت. ما شاء الله. وتصديق ذلك في كتاب الله: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، إلى آخر. وإن كان به الصداع يشرب من ذلك يسكن عنه الصداع. نعم. بإذن الله. وإن كان به وجع العين يقطر من ذلك الماء في عينيه ويشرب منه ويغسل به عينيه يبرأ بإذن الله تعالى، ويشد أصول الأسنان ويطيب الفم، ولا يسيل من أصول الأسنان اللعاب، ويقطع البلغم، ولا يضخم إذا أكل وشرب، ولا يتأذى بالريح، ولا يصيبه الفالج، ولا يشتكي ظهره، ولا يتجع بطنه، ولا يخاف من الزكام ووجع الضرس، ولا يشتكي المعدة ولا الدود، ولا يصيبه القولونج، ولا يحتاج إلى الحجامة، ولا يصيبه الباسور، ولا يصيبه الناسور، ولا يصيبه الحكة، ولا الجدري، ولا الجنون، ولا الجذام، ولا البرانس، ولا الرعاف، ولا القلس، ولا يصيبه عمى، ولا بكم، ولا خرس، ولا صمم، ولا مقعد، ولا يصيبه الماء الأسود في عينه،
ولا يصيبه داء. فإذا هذه ولا يتأذى بالوسوسة ولا الجن ولا الشياطين. ما شاء الله. هذا كله يرجع إلى خصوصيات هذا الماء، لكن بشرط أن يقرأ عليه، يؤخذ بنسان يقرأ عليه فاتحة الكتاب وآية الكرسي وقل يا أيها الكافرون وسبح اسم ربك الأعلى 70 مرة والمعوذتان والإخلاص 70 مرة، ثم يقرأ لا إله إلا الله 70 مرة والله أكبر 70 مرة، ثم يشرب منه جرعة بالعشاء وجرعة غدوة 7 أيام متواليات بهذا الترتيب يقرأ عليهن. هذا اللي يحب يراجع مفاتيح الجنان موجود بحواشيها المفاتيح الترتيب والأدعية الواردة في قضية كيفية أن تستخدم ماء نيسان وهو مجرب ونحن جربناه، يعني الماء كان عنده خلفة صارت عنده خلفة من خلال هذا الماء. وقضية قراءة هذه السور والآيات قريب يطول 5-6 ساعات، نعم، لكن يسوى الإنسان أكيد. يجي يتعب نفسه في جانب وحتى يحصل على الشفاء من هذا الماء. فإذا هذا بالنسبة إلى خصوصيات ماء السماء وهو نافع لجميع الأمراض. الآن نحن نقول من جملة الأمور النافعة، من جملة الأمور النافعة لقضية وجع العين المرزنجوش. هذا اللي آذان الفار هم يقلوا له، لكن هو معروف حتى عند العرب هم يقال له بالروايات هم موجودة مرزنجوش أو آذان الفار، أنه معروف في هذا الجانب. هو من الرياحين الطيبة وطبيعته حارة وجافة، يعني ينفع الأمراض ماذا؟ الأمراض الباردة والرطبة. لهذا نحن عندما نأتي إلى منافع المرزنجوش خلني نجي لك شوية إلى منفعة المرزنجوش حتى نكون في علم. أولا روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال نعم الريحان المرزنجوش، نعم، تحت نبت تحت ساق العرش وماؤه شفاء العين. ما شاء الله. يعني تجيب المرزنجوش الآن إذا هو طازج تأخذ تعصره وتأخذ ماية، أو تجي تخدره بتعبير أو الطبخة وتصفي وتأخذ من الماي وتقطر بالعين، فهو نافع جدا لقضية آلام العين الناشئة من كثرة البرودة والرطوبة. الآن نحن عندما نأتي إلى المرزنجوش وفوائد المرزنجوش في الروايات جاء عليكم بالمرزنجوش فشموه، ورد عن أهل البيت عليهم الصلاة والسلام قال عليكم بالمرزنجوش فشموه فإنه جيد للخشام. نعم. يعني أنه ممكن أن يفيد التهابات الجيوب الأنفية. نعم. ومنه قال أن رسول الله كان إذا رفع إليه الريحان شمه ورده إلا المرزنجوش. نعم. ذاك الريحان يشمه ويرجعه، لكن المرزنجوش فإنه كان لا يرده، يأخذ من عنده ويشمه وممكن يستخدمه لبعض العلاجات. ومنه عن الكاظم قال رسول الله نعم الريحان المرزنجوش. ما شاء الله. نعم الريحان المرزنجوش ينبت تحت ساقي العرش وماؤه شفاء العين. فإذا هذه منافع المرزنجوش في روايات أهل البيت، هناك هم توجد في قضية المنافع المرزنجوش لا بس إلى إشارة إلى هذه المنافع، مثلا أنه نافع للصداع البارد، يعني تقطر بخشمك من عنده، نافع للبلغم جدا نافع، نافع لعسر البول ممكن التهابات البروستات، نافع للمغص ممكن مغص يجي عند الإنسان نافع له، يضمد به لسع العقرب مع الخل، إذا واحد العقرب يلسعه ممكن يجي مع الخل يشبشه ويخليه يضمده على المحل اللسع. وبعد دهنه نافع للحساسية الفصلية. شايف كثير ما الناس مبتلين بالحساسية الفصلية، الكثير بالأخص في فصل الربيع. نعم. وقت الزهور تجي الروائح الزهور ممكن الإنسان يتأذى بهذا الجانب. أفضل علاج اللي ورد عن أمة أهل البيت هو أن تستخدم دهن المرزنجوش،
ليلية تقطر قبل المنام قطرة يمين قطرة شمال، وإن كان الحساسية الفصلية ناشئة من ضعف المناعة في الجسم. نعم. ناشئة من الضعف المناعة في الجسم. بارك الله بكم سماحة الشيخ. نطلع فاصل إن شاء الله ونكمل أيضا الخواص اللي موجودة. نعم. في المرزنجوش إن شاء الله. إن شاء الله. وبقية الأسئلة إن شاء الله راح تكون بعد الفاصل. أحبائي المشاهدين فاصل ونواصل إن شاء الله. حياكم الله أحبائي المشاهدين مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، نعود وإياكم لنكمل ما تبقى من هذه الحلقة من برنامج طب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام، ونسأل الله بحق الحسين وبكرامة سيد الشهداء أن تكون هذه الحلقات نافعة للمصابين بالأمراض التي ذكرت في هذه الحلقات. حياكم الله سماحة الشيخ. الله يحفظكم. الله يحفظكم ويعيدكم إن شاء الله. نعود إلى المرزنجوش وفوائد المرزنجوش سماحة الشيخ. نعم. كنا نتكلم قبل الفاصل نتكلم عن قضية الحساسيات الفصلية اللي تجي للإنسان. هذا كثرة عطان سيجي للإنسان، ممكن تجي لحكة بالخياشيم، تجي لحكة خصوصا مناطقنا الحارة. أي بالأخص المناطق الحارة. شنو سبب قضية الحساسية؟ قضيتها سببها أنه مناعة الجسم ضعيفة. نعم. باعتبار أن تعرف أن الجراثيم بصورة يعني ضعيفة موجودة في جسم الإنسان، الإنسان يحمل هذه الجراثيم، لكن شوف إذا إجا فصل الربيع تهيج هذه الجراثيم. صحيح. البدن ما يقدر يقابل هذه الجراثيم، لذا يبتلي بكثرة العطاس. إحنا نقول إذا تريد تقوي مناعة البدن أولا تحتاج إلى الحجامة، حجامة تقوي مناعة البدن. ثانيا تحتاج إلى الحبة السوداء مع العسل لأن جدا يقوي مناعة البدن. وثالثا الاجتناب من الأطعمة الضارة مثل الوجبات السريعة مثل المشروبات الغازية مثل شرب الماء البارد الشديد. لا. هذا جدا مضر ويخل ببدن الإنسان. وثالثا ورابعا قضية استخدام دهن المرزنجوش. كيف يستخدمه؟ دائما قبل النوم يقطر يمين ويقطرهم بالشمال وينام، يعني قبل النوم يقطر بالخياشيم إن شاء الله ما يمر عليه أيام وإذا هو يرتاح من كثرة العطاس. الآن نحن عندما نأتي إلى المرزنجوش فهو نافع لماذا؟ لوجع العين. هناك دعاء لوجع العين ورد عن أئمة أهل البيت. يعني إذا ابتليت بقضية الوجع وأنت لا تستسهل في قضية الدعاء. هذا أستاذنا سماحة آية الله شيخ عباس تبريزيان يقول جاءت امرأة من ألمانيا، يقول هي طبيبة، اجت لي قالت يا سماحة الشيخ أريد تعطيني من العلاجات. قال شو تريد من علاجات؟ جاية هاي طبيبة هذا الطريق كله المن جاية. قالت أريد علاجات. قال شنو من علاجات؟ أكو علاجات عشبية كذا كذا. قال لا لا لا. قالت لا أريد الدعاء. ما شاء الله. يعني جاية هذا الطريق ونحن، هي تقول هاي الطبيبة من ألمانيا تقول أن الدعاء رأينا له أثرا بالغ لشفاء المرضى. نعم. ولهذا أريد أن تعلمني الأذكار والأدعية لقضية العلاجات. إذا الغرب هو يلتفت إلى القضية وكيف نحن نعتقد بالله وكيف نعرف أن الدعاء يرد القضاء. صحيح. ولهذا نحن نوصل المشاهد الكريم لا يستسهل في قضية الدعاء. إذا قلنا الدعاء يقول لا هذا الدعاء، انطينا فرد علاج عشبي، يعني بالله عليك العلاج العشبي صار أفضل من قضية الدعاء. طبعا. واتصالك بالله تبارك وتعالى، والشفاء بيد الله تبارك وتعالى، لا يرد القضاء إلا الدعاء. نعم. نعم. فإذا الآن عندما نأتي إلى الدعاء، روى الكليني عن محمد الجعفي عن أبيه قال كنت كثيرا ما أشتكي عيني فشكوت ذلك إلى أبي عبد الله عليه السلام فقال ألا أعلمك دعاء لدنياك وآخرتك وبلاغا لوجع عينيك. نعم. هم دنيا يفيدك وهم آخرة وهم يشافي عينك. شنو هذا الدعاء؟ قلت بلى. قال تقول في دبر الفجر ودبر المغرب، يعني بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، اللهم إني أسألك
بحق محمد وآل محمد، عليك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تجعل النور في بصري والبصيرة في ديني واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والسلامة في نفسي والسعة في رزقي والشكر لك أبدا ما أبقيتني. يقول بمجرد أن قرأ هذا الدعاء، هذا الإنسان يقرأ هذا الدعاء، بمجرد أن يقرأ هذا الدعاء الإنسان يرتفع، إذا كانت نيته صافية باعتبار تعبير العامي، إذا نية صافية كانت وأنه رجاء عند الله تبارك وتعالى، عنده رجاء من الله تبارك وتعالى، فترى أن الدعاء يؤثر عند الإنسان. بعد من جملة الأمور النافعة لقضية وجع العين، صلاة لوجع العين، أكو صلاة خاصة هنا دعاء وأكو صلاة، جاء في مستدرك الوسائل المجلد السادس ركعتان، يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب مرة، يقرأ فاتحة الكتاب مرة، وقل يا أيها الكافرون ثلاث مرات، وقوله تعالى وعنده مفاتح الغيب إلى آخر، ولا يابس إلا في كتاب مبين إلى آخر الآية، يعني سورة الأنعام آية 59 إلى آخرها، كل ما يقرأ ركعة يقرأ الحمد وقل يا أيها الكافرون، ويقرأ هاي الآية سورة الأنعام آية 59 يقرأها إلى آخرها، كل ركعة يقرأ ركعتين، يصلي لوجع العين وهو نافع. بعد من جملة الأمور النافعة لوجع العين قضية آية الكرسي. نعم. آية الكرسي لها منافع، جاء في المكارم، جاء في المكارم مكارم الأخلاق عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، إذا اشتكى أحدكم عينه فليقرأ عليها آية الكرسي. نعم. وفي قلبه أن يبرأ ويعافى فإنه يعافى إن شاء الله تعالى. يعني إذا أنت تقرأ آية الكرسي بقلبك همكون إن شاء الله، تقول الشفاء إن شاء الله سيكون من خلال آية الكرسي، فإذا نحن نؤكد على هذا المعنى. بعد من جملة الأمور النافعة لوجع العين وجدا مهمة قضية الكمأت المعروف عند الناس الأفطر. نعم. الفطر هذا المعروف الأبيض، وهذا اللي عند الفارسين يسمى بالقارش يقولوا له. المهم أن هذا جدا نافع لوجع العين، يعني تأخذه وتعتصره وتأخذ ماية وهو طازج، يعني تأخذ ماي الأفطر وتقطرها بعينك قبل النوم وهو نافع لوجع العين. روى الصدوق عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الكمأة من المن الذي أنزل الله على بني إسرائيل، وأنزلنا عليكم المن والسلوى، هو من المن، هذا الكمأة من أحد الأمور اللي نزل وهي شفاء للعين. ولهذا نحن عندما نأتي إلى منافع الأفطر في روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، الآن إحنا قبل روايات أهل البيت خلنا أقول لك منافع حتى إحنا نقول أهل البيت وين يحدونها أكثر المنفعة. مثلا الآن في قضية منافع الكمأة أو الفطر أنه يقوي ضعف الجنسي، نافع للضعف الجنسي، يعالج الإسهال الذي يكون مع الدم، بعد يعالج النزيف الداخلي، طبيعته باردة ورطبة، يعني ينفع الآلام اللي تجي لك من قبل الحرورة والجفاف تنفعك بهذا المعنى، نافع للعظام، بعد نافع للسكري، نافع لليبوسة، يعني عدم مشي البطن، ما يقدر ما تمشي بطنه يستخدم الأفطر. هذا ما نقل عنه، ينقل عنه، لكن في الروايات أكثر أكدوا على أنه نافع للعين، ما قالوا بعد منافع أخرى. نحن نقول الإنسان يقدر يستبدل، لكن تكثر من هذه القضية من هذا الكمأة أو الأفطر يسبب ممكن آلام بالأخص بالمعدة، إذا ضعيف المعدة باعتبار أنه بارد ورطب يزيد برودة المعدة ورطوبة المعدة والمعدة تبتلي بآلام. لهذا عندما تأتي إلى روايات أهل البيت عليهم السلام يؤكدون على أنه شفاء للعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الكمأة من المن وماؤها شفاء العين. جاء في المحاسن عن علي بن الحكم إلى وأمها زينب بنت رسول الله إلى قالت أتاني أمير المؤمنين سلام الله عليه في شهر رمضان فأتي بغثاء وتمر وكمأة
وكان يحب الكمأت. أمير المؤمنين هم عندما حب بالنسبة إلى الكمأت كما ينقل. كذلك قال عن أبي عبد الله قال رسول الله: الكمأت من نبت الجنة وماؤها نافع من وجع العين. شوف أكثر الروايات قضية وجع العين. قال رسول الله: الكمأت من المن، والمن من الجنة، وماؤها شفاء للعين. فإذا أكثر المنافع التي توجد في الكمأت هي في قضية ماذا؟ تكون في قضية شفاء العين، وإن كان هناك توجد منافع أخرى. فإذا نحن نشير إلى هذا المعنى، قضية الكمأت يأخذه ويقتصره ويقطر بعينه. الآن ما أعرف شو قد بقى من الوقت، ثلاث دقائق سمعت الشيخ. أكو هناك علاج ضربان في العين، يحس أكو ضربة تصير مثل عرق كأنه يدق بعينه، يدق متألم من كثرة الألم كأنه يحس ضربان في عينه. هناك شفاء جاء في طب الأئمة، روى ابن بسطام عن محمد بن أبي نصر عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: شكوت إليه هيجانا في رأسي وأضراسي وضربان في عيني حتى تورم وجهي. يعني هم رأسي وهم عيوني وهم وجهي مريب. الإمام سلام الله عليه فقال: عليك بهذا الهندباء. ما شاء الله. شو سوي بالهندباء؟ قال: فاعصره، جيب الهندباء الطازج وعصره، خوش، فاعصره وخذ ماءه وصب عليه من هذا السكر الطبرزد، السكر الأحمر. نعم. اللي معروف سكر أحمر على طبيعته، وبعد ما يكسر بالفؤوس يعني لشدته وقوته، معروف السكر الطبرزد، وأكثر منه فإنه يسكنه ويدفع ضره. يعني هذا قال: فانصرفت إلى منزلي فعالجته من ليلتي قبل أن أنام، وشربته ونمت عليه، فأصبحت وقد عوفيت بحمد الله منه. يعني أنت جيب لك شنو هو؟ جيب لك الهندباء وجيب لك السكر الطبرزد، واعتصر هذا السكر الهندباء على السكر واستخدمه وأكل قبل النوم. يقول بس سويته بليلة واحدة ارتفع الضربان من رأسي، الانتفاخ في الوجه اللي كان وجهي مورم، هذا الورم راح من وجهي. فإذا هذا كله ببركة طبي أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. أحسنتم سماحة الشيخ، طيب الله أنفاسكم، الله يبارك بكم إن شاء الله، الله يحفظك ويقويكم، جزاكم الله خير. إلهي آمين. سماحة الشيخ أحمد دريس الحسائي، شكرا. الله يحفظك وأيدك إن شاء الله. قدمي. نعم أحبائي المشاهدين، هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج طب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام. أعيد وأكرر دائما أيها الأحبة الكرام، كل الروايات المذكورة في هذه الحلقات وهذا البرنامج عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة وأزكى السلام، وأيضا لأي آراء أو استفسارات أو أسئلة حول البرنامج، إن شاء الله تزورون الصفحة اللي موجودة في الفيسبوك الرادود والإعلامي حسين الأميري، ونحن في خدمتكم إن شاء الله. تقبلوا تحياتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسنتم شيخنا.